أكبر 10 شركات سيارات في العالم. تعد صناعة السيارات جزءا حساسا في الاقتصاد العالمي، حيث تصنع المركبات التي تنقل الأشخاص والبضائع بكفاءة ليست فقط ضمن بلد معين بل عبر مناطق جغرافية كاملة. إذ تصنع هذه المركبات شركات من السيارات إلى الشاحنات والحافلات الصغيرة إلى السيارات الرياضية. وبعض هذه الشركات تصنع أيضا دراجات نارية ومركبات معدة لملائمة كافة التضاريس، إضافة إلى المركبات التجارية مثل شاحنات وحافلات نقل البضائع والأشخاص. وعادة ما تمتلك كبرى شركات تصنيع السيارات بصمة عالمية كبيرة من بيعها المستهلكين والمنشآت التجارية المركبات في كافة أنحاء العالم. يعود أصل المقرات الرئيسية لهذه الشركات التي تتحكم بصناعة السيارات إلى اليابان، ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. من ضمن هذه القائمة سنستعرض أكبر 5 شركات خلال فترة متابعة 12 شهرا من الإيرادات تي تي أم. أكبر شركة سيارات في العالم هي شركة تويوتا. شركة تويوتا هي شركة يابانية المنشأ متعددة الجنسيات، تعد من أولى المصنعات الأجنبية التي بنت لنفسها حصة سوقية مسيطرة في سوق صناعة السيارات الأمريكية عبر وضع المعايير الأساسية للكفاءة والجودة العالية. إذ تصنع شركة تويوتا السيارات والشاحنات والحافلات الصغيرة والمركبات التجارية، وتتضمن خطوط الإنتاج نماذج مثل كورولا وكامري وفور وتاكوما، وخطوط إنتاج برويس وسيدان السيارة الكهربائية الهجينة. أخيرا تعد ليكزس خط الإنتاج الفاخر لهذه الشركة. بالإضافة إلى صناعة السيارات، تنتج تويوتا أجزاء وملحقات السيارات، إضافة إلى تقديم التمويل إلى التجار وزبائنهم. ثاني أكبر الشركات في العالم فولكسفاجن. شركة فولكسفاجن هي شركة صناعة سيارات ألمانية المنشأ متعددة الجنسيات، تطور وتصنع سيارات الركاب والشاحنات والمركبات التجارية الخفيفة مثل الحافلات. تتضمن خطوط إنتاجها نماذج مثل تيغوان وغولف وجيتا وباسات وغيرها. والجدير بالذكر أن الشركة توقفت عن تصنيع موديل البيتل المدمج العام الماضي بسبب انخفاض الطلب على السيارات الصغيرة الحجم. وتعد كل من بورش وأودي العلامات التجارية الأكثر شهرة وفخامة لهذه الشركة. وأخيرا تصنع أجزاء السيارات وتقدم لزبائنها خدمات التمويل وإدارة أساطيل السيارات أيضا. ثالث أكبر شركة في العالم للسيارات هي شركة دايملر. شركة دايملر هي شركة مصنعة للسيارات ألمانية المنشأ متعددة الجنسيات، تصنع سيارات الركاب العادية والحافلات الصغيرة ومركبات الطرق الوعرة والتجارية مثل الشاحنات والحافلات، إضافة إلى إنتاجها مركبات تحت علامات تجارية مختلفة متضمنة دايملر ومرسيدس بنز وميتسوبيشي وويسترن ستارت وسمارت وغيرها. تقدم أيضا خدمات التمويل والتأجير للزبناء والتجار. رابع أكبر شركة مصنعة للسيارات هي فورد. شركة فورد هي شركة صناعة سيارات متعددة الجنسيات، تطور وتصنع السيارات الخدمية والرياضية والحافلات الصغيرة والشاحنات. خطوط إنتاجها تتضمن نماذج مثل فيوجن وماستينج وإيدج وسكايب وإف 50 ورانجر وغيرها العديد. تقدم الشركة أيضا خدمات تمويل وتأجير مرتبطة بمركباتها. خامس أكبر شركة سيارات هوندا.
هوندا هي شركة مصنعة للسيارات يابانية من شأن متعددة الجنسيات، تصنع سيارات الركاب العادية والشاحنات والحافلات الصغيرة ومركبات جمع الطرق والدراجات النارية إضافة إلى أجزاء المركبات. تتضمن خطوط إنتاجها نماذج مثل سيفيك وأكورد وإنسايت الهجينة وباسبورت وأوديسي وفيت وغيرها، وتعد أكورا خط الإنتاج الأكثر فخامة لهذه الشركة، وتقدم الشركة أيضا خدمات التمويل والتأمين.